هنبدأ فقرة الفيسبوك من صفحة اتحاد الكورة واللي نشرت الصورة دي وكتبت: لبى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني دعوة نبيل الحبشي سفير مصر في تونس على تناول وجبة العشاء مع مسؤولين بعثة النادي الأهلي. ونروح معاكم لصفحة نادي الزمالك واللي نشرت الصورة دي وكتبت: قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. وزي ما انتم شايفين القائمة بتتكون من في حراسة المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي، في خط الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمد الونش، حمدي نجاز، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، في خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمد حسن، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى فتحي وكريم بامبو، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، في خط الهجوم مصطفى محمد وعمر السعيد.